اسم رشيد الحرامي الاسم الاشهر يمكن دلوقتي في, لما نتكلم عن السينما الفلسطينيه. رشيد من يعتبر من اهم صناع الافلام الفلسطينيه مؤخرا, وهو من فلسطينيين الغزاوي, وهو يعني ربنا يكون في عونه الايام دي. مسيرة طويلة جدا في صناعة الأفلام, بدأ بصناعة الأفلام التسجيلية والقصيرة, ثم بدأ في صناعة الأفلام الروائية, وله عدد كبير جدا من الأفلام المهمة. وهو نشيط, يعني رشيد نشيط, أنا أسميه أحيانا نشيط مشراوي, متواجد دايما بشكل دائم في المهرجان طبعا طبعا, وطول الوقت بيستغل الفرصة لصناعة أفلام. يعني حتى في وقت الحصار كورونا, وكان في باريس وقتها في شارع جبرائيل, عملنا فيلم بكاميرا الموبايل شارع جبرائيل, فيلم بديع انا شفته في مهرجان القاهره, وبالنسبه لي كان فيلم جميل جدا. وفكره التاكيد على الهويه الفلسطينيه طول الوقت, حتى بدون ما نقعد نقول القضيه الفلسطينيه, فكره كلامه مع جيرانه في الشارع وهكذا. فطبعا رشيد من المخرجين الفلسطينيين. وفكره اللعب على فكره الحصار طبعا, يعني انه يعني ما حدش يعرف يعني ايه حصار ابدا الا اذا كان جربه. كانت تجربه كورونا اقرب شيء ممكن المتلقي اللي هو ما هو كتب عليه الحصار اللي هو كتب عليه الحصار حتى في باريس في لا ما هوش قادر, فحتى والناس كلها محاصرين من الكورونا, هو الوحيد اللي مش حاسس بغربه في المساله. يعني هو متعود على الـ على الـ على الحصار ده باستمرار. يعني إذا بنرجع كمان مرة لذكريات الطفولة, أهالينا كانوا يحكولنا عن الحياة في مدن فلسطين اللي هجروهم منها قبل ما يصيروا لاجئين في غزة, وإحنا بنحكي لأولادنا عن الاحتلال الإسرائيلي وعن أيام منع التجول في غزة, ويمكن أولادنا يحكوا لأولادهم عن هاي الأيام اللي إحنا فيها اللي غيرت العالم كله. فعلا فيروس بصحي فيروس. صباح الخير. ذلك الجدل ما بين الحقيقة والواقع شديد التأثير, وما بين الدراما اللي ممكن تبقى فيها نوع من الرقة والفنيات والإنسانيات. الحقيقة في رأي ثالث, يعني في منهج ثالث, في حاجه اسمها الافلام الوثائقيه. صحيح. يعني قد نبقي الحقيقه بكاملها للافلام الوثائقيه, انما الافلام السينمائيه اللي الناس بتتفرج عليها سواء في مهرجانات او في دور سينما او دلوقتي على المنصات لازم تكون مغلفه بقصه انسانيه ما. صحيح. افلام, انما الفيلم الوثائقي هو اللي هيجيب اللي بنشوفه على الهوى واللي بيدمي القلب. صحيح. عشان كده اسمها افلام الفيكشن, افلام روائيه خياليه بالاساس. فيها الخيال, هي قد تكون الحقيقه فيها مجرد شيء بسيط جدا. افلام الوثائقيه خصوصا مع القضيه الفلسطينيه كانت, وبالمناسبه كانت هي اهم شيء بتنتجه وحده الافلام الفلسطينيه, اللي طول الوقت كان في افلام وثائقيه وتسجيليه فلسطينيه للتوثيق القضيه حتى من قبل النكبه. يعني الفلسطينيين اهتموا بتوثيق موسم الحصاد مثلا في الزيتون, وفي قائمه افلام احنا ذاكرينها في المجله انتجت في مصر وبرضه موجوده لصالح الكيال, كان عايش في مصر واشتغل في مصر وانتج عديد من الافلام التسجيليه المهمه جدا. دي النقطه اللي جايه, انه مصر, ولان هي مش بس كانت وما زالت جزء من القضيه الفلسطينيه والصراع العربي الاسرائيلي, او كانت في صداره المواجهه مع في قلب الصراع حتى الان
حتى هذه اللحظة بالتأكيد. منظمة التحرير الفلسطينية صحيح خرجت من هنا. مصر أو في مصر كان في تمويل لعدد من الأفلام الوثائقية، بس احنا نتكلم في زمن سابق. صحيح، ومش بس تمويل لأفلام وثائقية، ده تم إنتاجها بالكامل جوه مصر. مصر خصوصا في فترة الستينيات كانت كم المساعدات اللي قدمتها للقضية الفلسطينية كان ضخم جدا جدا جدا، بالإضافة لتسهيل تواجدهم، تواجد المخرجين الفلسطينيين ودراستهم طول عمر. الفلسطينيين بيدرسوا في الجامعات المصرية وفي معهد السينما وفي غيره، باعتبارهم مصريين طول الوقت. فبالإضافة للأفلام المصرية، الإنتاج المصري، الصناعة مصرية، المخرجين مصريين عن القضية الفلسطينية. في فيلم منسي أو يمكن في أجيال كتيرة ما تعرفش عنه حاجة، كان في الخمسينات مثلا تم انتاجه عن القضيه الفلسطينيه، بطولة فاتن حمامه. لا، من قبل فاتن حمامه في فيلم فتاه من فلسطين لاخراج محمود الفقار وعزيزه امير المنتجه، من بعد النكبه مباشره. ثم جه الفيلم فاتن حمامه ارض السلام مظبوط. وهي فاتن حمامه وعماد حمدي. ده له خصوصيه يعني برضو. ايوه، هو لان هو برضو بشكل مباشر جاب الصراع جوه، متصور بالنسبه في افلام اتصورت جوه، افلام مصريه اتصورت جوه فلسطين نفسها. جوه غزه. الفيلم ده متصور داخل فلسطين بالظبط. شويش على محل. اتفضلوا شربات العروس ما يترد. لم اخزي، ليش مكروبين؟ بندور على الدقي مصري. يخرب بيته، وكيف وصل لهون؟ شربتوها؟ إنما الغريب، ومعرفش إذا كنت توافقني ولا تختلف معايا، إنه الأفلام اللي كان فيها مشاعر المصريين تجاه القضية الفلسطينية في الخلفية أو في بشكل عابر في الدراما كانت أكثر تأثيراً من الأفلام المباشرة. يعني شوف، يعني هقول لك مثلاً أفلام، فيلم كوميدي قح زي همام في أمستردام مثلاً، أو صعيدي في الجامعة الأمريكية، هتلاقي في الفكرة صح. دي موجودة ولو صح. إنها مش في لب الموضوع صح. صعيدي في الجامعة الأمريكية، أصحاب ولا بيزنس صح. سواء كانت أفلام كتيرة قوي صحيح. هتلاقي الضمير المصري تجاه القضية الفلسطينية موجود، ومع كل مرة بتعاد الفيلم بتذكرك بده. صحيح، ده حقيقي يعني، أو مش عارفة بتخالف معايا ولا لا. لا مظبوط. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.